تونس كامله قاعده تاخذ الشركه التونسيه للسوق، هي قاعده تزود ال 24 ولايه من باجه يوميا في 600 700 500 يوميا قبل. اما بعد طحنا علاش؟ خاطر الدين ما عمل يتعب، ذات البياسات تقل، فهمني؟ وزيد قلت لك في الفتره هذيك قاعدين نضحيوا والشركه قاعده تضحي، لكن ما لقيناش سلطه الاشراف باش توقف معنا. توا حسب المعلومات اللي من الدوله اللي هي مش تشوف تعمل مجلس وزاري مش تشوف مش كنت شركه توصيل السكر وقتاش، الله اعلم.